بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل لكم الفول المدمس بسبع أشكال بسبع أنواع بأطعمة مختلفة عشان أبنائنا ما يملوش وما يزهقوش. استمر معايا لآخر الفيديو عشان تعرفي هنعمل السبع أطباق بسبع أطعمة مختلفة إزاي. والمكونات بتاعتنا زي ما احنا شايفين جبنة تركي وجبنة مثلثات وليمون وزبدة فلاحي يا اما سمنة بقري فلاحي برضو، وعندي فلفل مشكل احمر واخضر مقطعاه حتت صغيرة، وطماطم مقطعة وصلصة وتوم وكمون وملح وشطة وطحينة وزيت حار وزيت، ممكن تحط زيت عادي او زيت ذرة. هنحط الفول على الجبنة عشان يسيح لي الجبنة، ولازم الفول يبقى سخن. هنسيبه شوية يسيحها، وهنحط عليه شوية ملح صغيرين، مكترش الملح لان الملح مضر بالصحة وبيأثر على الذاكرة. وهنحط معاه شوية كمون صغيرين برضو، وهنقلبه بألف هنا وشفا. الفول ده على فكرة طعمه جميل جدا. وده أول طبق عندي بقى جاهز في ثواني، طعمه في منتهى الجمال. على فكرة الطبق ده جديد وحصري وعلى القناة بتاعتنا، قناة وفر في بيتك منوعات، مش هتلاقيه في اي قناة تانية، جميل جدا. والطبق التاني هنحط الفول بتاعنا في الطبق، وهنحط عليه طحينة، معلقة طحينة، وهنحط شوية زيت حار حلوين، وهنحط فلفل، شطة، ذرة ملح، وذرة كمون، وبيبقى لذيذ جدا جدا جدا. والطبق التاني هنحط الفول بتاعنا في الطبق، وهنحط عليه طحينة، معلقة طحينة، وهنحط شوية زيت حار حلوين، وهنحط فلفل، شطة، ذرة ملح، وذرة كمون، وبيبقى لذيذ جدا جدا جدا. وعلى فكرة احنا عاملين الطحينة دي في البيت وفي فيديو من الفيديوهات، اتفرجوا عليها، هنعملها بسهولة وبساطة. واللي ما اتفرجش على الفيديو ده ياريت يتفرج عليه، هينبسط جدا ومش هيشتريها تاني من بره ابدا. الطبق التالت زي ما انتوا شايفين، هنشوف هنحط عليه ايه. هنحط طماطم مقطعة احنا شايفين كده، وفلفل اخضر ملون، ممكن تحطي قرن فلفل شطة يطعمها بتبقى جميلة. وهنحط شوية ملح، شوية كمون، شوية شطة، ونحط الزيت. عايزة زيت حار ماشي، عايزة زيت ذرة ماشي، عايزة زيت عادي برضو ماشي. بنقلبه كله ياخد طعمه كله. الفول ده برضو الطبق ده جميل جدا ولذيذ جدا وهيعجب اولادك. يبقى عملنا ثلاث اطباق. النوع اللي بعد كده زي ما احنا شايفين هنعمل طبق فول بالزبدة، بنحط قطعة زبدة فيه عشان، ولازم الفول يبقى سخن طبعا عشان الزبدة تسيح. على فكرة دي بيبقى طعمها جميل جدا، ولازم نحط معاها ذرة ملح وبس، نحطش معاها اي حاجة تانية، ملح وزبدة وبس، سيبها تسيح معاها. والطبق اللي بعد كده هنعمله بالليمون،
وده برضو بيبقى لذيذ جدا. بحط عليه طحينة، بحط زيت، يا اما احط زيت حار يا اما احط زيت عادي مش فارقة، تبقى في الحالتين طعمه جميل جدا. حط ذرة ملح، حطينا الزبدة او السمنة الفلاحي البقري او اي سمنة عندك، تحمري وتقلي البيضة، تقليها كويس، وبعد كده بنضيفها على الفول مع شوية ملح وشوية فلفل اسود، ويبقى ده احلى طبق عندي. شوف شكلها لما تنقلي. لازم نعرف ان الفول من الاكلات المفيدة، تدي نشاط للجسم، وما في ناس بتفكر ان اللي ياكل فول خلاص يبقى عنده خمول ومش عايز يشتغل، بالعكس ده اللي بياكل فول صحته بتبقى حلوة، وده من الاكلات الجميلة. هنحط رشة فلفل ورشة ملح ونضيف الكلام ده على الفول. ده فول بالبيض، ده جميل جدا ومغذي جدا، وهيحبوه اولادك وهيستطعموه وهيطلبوه منك كتير. هنولع على دلوقتي، هنعمل فول بالصلصة وهنولع النار. حط حتة سمنة، ممكن ما عندكيش سمنة تحطي زيت ذرة بيبقى احلى، على فكرة زيت الذرة صحي جدا، انا بحب استخدمه في حاجات كتير ومفيد للصحة. هنحمر البصلة، لازم تحمر كويس يبقى لونها اصفر كده جميل ذهبي. وزي ما انتوا شايفين 7 اطباق هنعملهم في وقت قياسي جدا، لو ده مش عاوز الطعم ده نعمل غيره، لو ده مش عاوز الطعم ده بنعمل غيره، بمنتهى البساطة والسهولة، وكلهم احلى من بعض واجمل من بعض واطعم من بعض. زي ما احنا شايفين البصل اول ما ريحته تطلع كده بنحط عليه الفلفل تبقى ريحته جميلة، بنحط عليه شوية توم مقطعين زي ما احنا شايفين كده، الكمون، والاكلة دي بتحب الكمون جامد، واحط لها برضو ذرة شطة تخليها طعمة وجميلة ولذيذة، وهحط ملح، وهحط الصلصة. لو في قطع طماطم عادي حطيها مفيش مشاكل، لو في قطع فلفل حطيها برضو مفيش مشاكل. طبعا الصلصة دي احنا عاملينها في البيت في حلقة من الحلقات، شايفين لونها احمر ازاي، اتفرجي عليها هتشوفي معمولة ازاي بمنتهى البساطة. خلاص خلصت، هنحطها على الفول. زي ما احنا شايفين كده بنحط الفول وبمنتهى البساطة هنحط عليها الصلصة بتاعتنا، الخلطة الجميلة بتاعتنا دي الروعة، طعمها في منتهى الجمال. وعندي دلوقتي احنا حضرنا 7 اطباق فول مدمس ب7 اطعمة مختلفة، روعة في الجمال وروعة في الحلاوة، والطعم مختلف كل مرة، كل مرة تغيري وتنوعي عشان اطفالنا بيزهقوا من الاكلات المعتادة زي ما احنا شايفين كده.
ادي الاطباق بتاعتنا. ادي السبع اطباق. ويا ريت لو كلنا اكله زي دي او حاجه فيها فول، الفول بالذات بيمنع امتصاص الحديد في الجسم، فلازم ناخد معاه او بعديه بعد ما ناكله ناخد حاجه فيها فيتامين سي، سواء كانت فاكهه او خضار زي عصير الليمون او الجوافه او برتقان او اسفندي او اي حاجه فيها فيتامين سي عشان تفيدنا الأكلة ما تبقاش ضارة بالنسبة لأجسامنا. لازم برضو تكون الوجبة دي معاها طبق سلطة كده حلو في كل أنواع الخضار اللي أقدر أوفرها في البيت، ولو تقدري تزرعيها في البيت زي ما احنا بنزرعها، وعندنا فيديوهات كتير نعرفك ازاي تزرعي الحاجات دي في البيت. ياريت تدخلي القناة بتاعتنا بكل فيديوهات هتتفرجي عليها، هتستمتعي بكل فيديو بتتفرجي عليه وهتتعلمي حاجة جديدة تفيدك وتفيد أسرتك. وياريت اللي عجبته ياريت اللي عجبه الفيديو ده وعجبه الأنواع الجميلة دي ما ينساش اللايك والاشتراك، وما ينساش دعم القناة اللي احنا بنطلبه كل حلقة عشان نستمر في طرح فيديوهات أحلى وأحلى ومفيدة للجميع إن شاء الله.